الرئيس السيسي يوجه بتطوير جهود توطين صناعة سفن ومراكب الصيد في البحيرات التي تم تطويرها. أزمة الطاقة تتفاقم في أوروبا وتحذيرات من شتاء قاس مع انقطاع إمدادات الغاز الروسي. حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا يتسبب في إجلاء الآلاف وإصابة البعض. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، وذلك لإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022. وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة، حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولات الضخمة. كما عرض السيد الرئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها. كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتدعيمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، خاصة خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، حيث وجه السيد الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعما للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإلمائي، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر الجاري. وتمثل النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أهمية خاصة، حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات COP27، وتتضمن النسخة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا. كما يناقش المنتدى العديد من محاور وقضايا التنمية الملحة، من بينها تحفيز آليات التمويل المبتكر والمختلط لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والمضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي بما يضمن مستقبلا أفضل لدول القارة.
Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. تعاني القارة الأوروبية من أزمة نقص وانقطاع الغاز الروسي، ما ينذر بشتاء قاس على القارة بأكملها في واحدة من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية الأشد تأثيرا في حياتهم اليومية. يتهيأ الأوروبيون لفصل شتاء صعب ستكون خلاله واردات الغاز الروسي دون مستوياتها المعتادة أو ربما قطعها بالكامل، وذلك في واحدة من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية الأشد تأثيراً في حياتهم اليومية. إلغاء روسيا موعد استئناف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1 الذي كان مقرراً السبت أدى إلى تفاقم مشاكل أوروبا في تأمين الوقود لفصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب. الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا قالت إن وضع إمدادات الغاز آمن حالياً لكنه غير مستقر، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور. وفي فرنسا قال وزير الاقتصاد برونو لومير إن بناء خط أنابيب غاز بين بلاده وإسبانيا لن يساعد باريس في حل مشكلة نقص الغاز في الشتاء، معتبراً أن التركيز على تحديات الطاقة في الشتاء المقبل أكثر إلحاحاً. وفي السويد حذرت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون من أن بلادها قد تواجه شتاء قاسيا مع نقص إمدادات الغاز الروسي، وقالت أندرسون إن الحكومة ستقدم ضمانات مالية لشركات طاقة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق من أجل محاولة تجنب أزمة مالية قد تتسبب بها أزمة الطاقة في أوروبا. اتصالا بتلك الأزمة قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، وأضاف جنتيلوني أنه إذا استمر استخدام موسكو الطاقة كسلاح فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد، مشيرا إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة وخطط الحفاظ على الطاقة في الشتاء. قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانيلي فرانكو إن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو هذا العام، مما يقضي على صافي الفائض في المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة. وأضاف المسؤول الإيطالي أن الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن أشار إلى أن هذه الاستراتيجية مكلفة جدا ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن فرض سقف سعر أو سقف سعر سعري على النفط الروسي سيكون مسألة صعبة، وصرح لومير بأن الجهود المبذولة من جانب مجموعة السبع لتقديم سقف سعري للنفط الروسي ستتطلب تعهدات من جانب المجتمع الدولي حتى يكتب لها النجاح، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الوحدة إذا كانت تريد الحصول على الضوء الأخضر لتقديم السقف السعري وكذلك مشاركة الاقتصادات العالمية الرئيسية الأخرى. شرعت موسكو في تقليص إمدادات الغاز لأوروبا، وكان آخرها تعليق ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1 لأجل غير مسمى بسبب أعمال الصيانة. المزيد في العرض التالي مع الزميل شادي شاشة. أهلا بكم. منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات على قطاعات الطاقة الروسية، شرعت موسكو في تقليص إمدادات الغاز لأوروبا، وكان آخرها تعليق ضخ الغاز عبر خط نوستريم 1 لأجل غير مسمى بسبب أعمال الصيانة.
يعد خط نوستريم واحد هو أحد أهم خطوط إمداد أوروبا بالغاز من روسيا، حيث يضم أنبوبين متوازيين يبلغ طول كل منهما أكثر من 1200 كيلومتر، وبدأ تشغيله في نوفمبر من عام 2011، بينما بدأ تشغيل الخط الثاني من نوستريم واحد في أكتوبر من عام 2012. ويمتد خط أنابيب نوستريم المزدوج 1 و2 عبر بحر البلطيق من بلدات فيوبرغ بمنطقة أوبلاست لينينغراد شمال غربي روسيا إلى بلدة لومبين بولاية ماكلينبورغ فورمنبرن بألمانيا، ويمر عبر المناطق الاقتصادية الحصرية لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا، هذا بالإضافة إلى المياه الإقليمية لروسيا والدنمارك وألمانيا. في ألمانيا يتم استقبال الغاز عن طريق خط أنابيب التوصيل أوبال، وهي وصلة خط أنابيب بحر البلطيق، ونيل وهو خط أنابيب غاز شمال أوروبا لمزيد من النقل إلى الشبكة الأوروبية. الشبكة الأوروبية بدورها تقوم بنقل الغاز الروسي من ألمانيا إلى بلجيكا والدنمارك وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة ودول أخرى. ويمثل خطا الأنابيب البحريان أكثر رابط مباشر بين احتياطيات الغاز الهائلة في روسيا وأسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث تقدر طاقة الخط السنوية بنحو 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول خط نوستريم واحد ومسار هذا الخط من روسيا إلى ألمانيا. شكرا لمتابعتكم. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لا تملك أسلحة ودعما كافيين لتحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وحذر أيضا المجتمع الدولي من أن ضعف أوكرانيا سيعني أن روسيا ستواصل التقدم نحو بولندا ودول البلطيق على حد تعبيره. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا النووية انفصلت عن آخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية، وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط. وأوضحت الوكالة أن المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خط احتياطي. كانت وكالة الطاقة الذرية حذرت من مخاطر حتمية بوقوع حادث نووي خطير في محطة زابوريجيا في الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بقصفها. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت ليلا السيطرة مجددا على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا على الرغم من وجود ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت الهجوم باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية ومقاتلات. من جانبه صرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوريجيا فلاديمير روغوف أن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة النووية حتى 5 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه تم تقديم كل المعلومات الضرورية لهم. أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تمكنت من صد هجوم للقوات الروسية بالقرب من 7 مناطق مأهولة بالسكان في شرقي البلاد. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الطيران الأوكراني نفذ أكثر من 5 ضربات تم خلالها تدمير معدات قتالية وأنظمة دفاع جوية في دونيتسك، فضلا عن تدمير معدات الحرب الإلكترونية ومخزن للذخيرة.
هذا وأفادت وكالة الأنباء الروسية بمقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين في قصف أوكراني على إقليم دونيتسك. وقالت الوكالة في بيانها إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 160 قذيفة على 7 مدن في دونيتسك، مضيفة أنها استخدمت في القصف راجمات صواريخ من طراز غراد ودبابات وقذائف مدفعية ثقيلة. دعت وزارة الدفاع الروسية إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للدول الأعضاء في معاهدة جنيف لحظر الأسلحة البيولوجية لبحث مسألة عدم امتثال الولايات المتحدة وأوكرانيا للمعاهدة. وأوضح قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية إيغور كريلوف إنه سيتم خلال الاجتماع تقديم أدلة موثقة على انتهاكات الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادتين الأولى والرابعة من المعاهدة. أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن أوكرانيا تشن هجوما واسعا في منطقة خرسون، وهو ما اعتبرته يشكل ضغطا على قوات موسكو. وقالت الدفاع البريطانية إن أحد عناصر هذا الهجوم هو التقدم على جبهة غربية واسعة من نهر دنيبرو، موضحة أنه يركز على 3 محاور داخل خرسون التي تقع تحت السيطرة الروسية. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن رئيس البرلمان الصيني لي تشانشو سيزور روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي 7. وأفادت شينخوا بأنه من المقرر أن يقوم لي بزيارات رسمية لروسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية اعتبارا من 4 و17 سبتمبر. دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير غباروف إلى نقل مقر المنظمة إلى دولة أخرى تحمل طابعا محايدا. جاء ذلك تعليقا على عدم إصدار واشنطن تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب المسؤول الروسي عن غضبه لعدم السماح لبلاده من المشاركة بشكل شخصي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا في الوقت ذاته أن روسيا دولة مؤسسة للأمم المتحدة وهي عضو دائم في مجلس الأمن. اعتبر البيت الأبيض أنه لا جدوى من فرض قيود على إصدار التأشيرات لجميع المواطنين الروس، رافضا تحميل الشعب الروسي مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا. في الوقت نفسه أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي تأييده لفرض التأشيرات على فئة معينة من المسؤولين الروس كأداة فعالة في العقوبات. تمكنت قوات الشرطة في ولاية ميسيسيبي من اعتقال قائد الطائرة الذي هدد بتحطيمها فوق أحد المتاجر بالولاية. وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت أن الطائرة التي كانت تحلق فوق شمال ولاية ميسيسيبي والتي هدد قائدها بتحطيمها في متجر هبطت بسلام. وقال حاكم الولاية إن الوضع قد تم حله ولم يصب أحد، موجها الشكر لأجهزة إنقاذ أو إنفاذ القانون التي ساعدت في إنزال الطائرة. تعتزم بريطانيا بدء حملة جديدة للتلقيح ضد كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة بعد الموافقة على الجرعات التعزيزية التي تصنعها شركتا فايزر وموديرنا، التي تم تعديلها لاستهداف الفيروس الأصلي والمتحور أوميكرون المنتشر على نطاق واسع. وذكرت هيئة الدواء البريطانية أنها وافقت على لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر بعد أن وجدت أنه آمن وفعال. كما أجازت الهيئة لقاح موديرنا الشهر الماضي.
للمرة الثانية خلال 5 أيام أجلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية محاولة كانت مقررة لإطلاق صاروخ عملاق من الجبل الجديد في أولى مهامه لبرنامج أرتمس المقرر أن يشمل رحلات من القمر إلى المريخ. وجاء إلغاء أحدث محاولة لإطلاق صاروخ يعادل طوله مبنى مؤلفا من 32 طابقا بعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب الوقود، وقود الهيدروجين السائل فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة. أسفر حريق ينتشر بنطاق واسع في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن تدمير نحو 4000 فدان من المناطق الزراعية، كما تسبب في إجلاء آلاف السكان الذين لحقت ببعضهم إصابات. أيضا قالت السلطات إن التقارير تفيد بأن الحريق دمر نحو 100 منزل ومبنى. كان حاكم كاليفورنيا أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو بالولاية بسبب الحرائق. جددت باكستان دعوتها للمجتمع الدولي لسرعة تقديم مساعدات الإغاثة لمواجهة آثار الفيضانات غير المسبوقة التي أودت بحياة أكثر من 1200 شخص. وخلال مؤتمر صحفي قال وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال إن أكثر من 33 مليون مواطن تضرروا من الفيضانات، مشيرا إلى أن باكستان شهدت معدل هطول أمطار أكثر ب 400% من المعدل الطبيعي. أمرت السلطات اليابانية بإجلاء سكان المناطق المعرضة لخطر الإعصار هانيام نور الذي يقترب من جزر جنوب اليابان. من جانبها أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية أنها ألغت نحو 56 رحلة جوية. يأتي هذا في وقت حذرت فيه وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى 148 كيلومترا في الساعة، وأنه من المتوقع أن تتزايد سرعتها وتتزايد معها المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها. أما رياضيا، يلتقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشبات اليوم بنظيره التونسي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للشبات تحت سن 21 عاما. ويتجدد اللقاء بين مصر وتونس مرة أخرى في البطولة بعدما جمعتهما منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات التي حقق فيها آنسات الفراعنة الفوز بنتيجة 3 أشواط نظيفة.
هذا ويواصل المنتخب الأولمبي تدريباته في الإسكندرية استعداداً لخوض تصفيات القارية المؤهلة لبطولة إفريقيا التي تحدد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وجاءت مسحات المنتخب الأولمبي سلبية لكل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انتظامهم في المعسكر، وحرص الجهاز الطبي على لفت أنظار اللاعبين والجهاز الفني إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنباً للإصابة بفيروس كورونا. يلتقي فريق أرسنال مع مانشستر يونايتد الأحد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. المزيد في التقرير التالي. ملعب أولد ترافورد على موعد مع قمة نارية بين أرسنال صاحب السجل المثالي ومانشستر يونايتد العائد بقوة في الآونة الأخيرة، وذلك في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال صاحب العلامة الكاملة بفوزه في 5 مباريات توالياً، يدخل أول اختبار جدي تحت قيادة مدربه أرتيتا لقياس قدراته التنافسية على اللقب هذا الموسم. في مواجهة مانشستر يونايتد الذي بدأ يجد نوعا من التوازن بإشراف مدربه الجديد إريك تن هاج بعد بداية متعثرة شهدت خسارته 2. أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني خلال 2 الأخيرتين حقق فوزا صعبا على كل من فولهام وأستون فيلا بنتيجة واحدة بواقع 2-1. أما مان يونايتد نجح في الاختبار الجدي الأول عندما تغلب على غريمه التقليدي ليفربول 2-1، وهو الانتصار الذي مهد لفوزه في 2 المباراة التالية. وفي المباريات 3 الأخيرة لمانشستر يونايتد اعتمد تن هاج على التشكيلة ذاتها، وكانت العلامة الأبرز تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ومشاركته في الشوط الثاني، بالإضافة إلى استبعاده كلياً قلب دفاعه وقائد الفريق هاري ماجواير. لكن المدرب الهولندي قد يلجأ إلى بعض التغييرات ضد أرسنال لأن فريقه سيقود مباراته 3 في غضون 7 أيام، وقد يمنح الفرصة للاعب وسطه البرازيلي الجديد كازيميرو في المشاركة أساسياً. ومن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام 7، والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتطوير جهود توطين صناعة سفن ومراكب الصيد في البحيرات التي تم تطويرها. أزمة الطاقة تتفاقم في أوروبا وتحذيرات من شتاء قاس مع انقطاع إمدادات الغاز الروسي. حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا يتسبب في إجلاء الآلاف وإصابة البعض. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. كنت معكم نسرين فؤاد. إلى اللقاء.